والمجلس هو الهيئة التشريعية الدستورية النظامية. إذا كان أغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح الآن قانون المالي لسنة 2016 في انتظار تصويت عليه في مجلس الأمة، فما ما يعني ليس لهم حق في أنهم يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية عنده حكومة، هو رئيس، هو الذي يعطيها التوجيهات. قبول أغلبية معنى ذلك أن هذا قانون المالية هذا هو الذي سيكون قانون المالية لـ 2016. والتوجه إلى المجلس الدستوري، المجلس الدستوري ليس له دخل في هذا الموضوع، هو هيئة دستورية فيه عندها صلاحيات ليس منها الشكوى بحكومة في هذا الموضوع الآن في هذا الدستور الحالي على كل حال في الوقت الراهن يعني.